الرحمن بن إبراهيم الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد العابد القدوة الحجة ذو الفضائل زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الحبال الحنبلي الفقيه المقرئ المحدث المتقن العارف بالله، كان يكتب المصاحف على أنه كتب أكثر من 100 مصحف. الله، هو صعبة. من كراماته صعد على ظهر الكعبة، وكتب عليها جزءا من القرآن ابتداء مصحف. سبحان الله. مرة ثانية يا شيخ. كتب ابتداء مصحف، يعني من أول المصحف. إيه. كتب 100 مصحف أول بالقلم، كم تأخذ منا وقت سيدي الحجازي؟ أوقات يعلمها الله، هو الذي يهب الوقت ويهب التدبير. الزمخشري فسر القرآن بجوار الكعبة في 4 سنين. الله. شو بحث؟ مقدر له 40 سنة. الله. الله. مرة ثانية يا عم الشيخ قدسوق ذيك، الزمخشري كتب القرآن بجوار الكعبة؟ مش كتب، فسر. فسر، نعم. تفسير، كتب تفسير الكشاف. أيوة. كان مقدر له 40 سنة. الله أكبر. فقال يعني من كان له حيلة فليحتال، أنا أجيب العمر ده منين؟ آه. راح عند الكعبة. أيوة. وقعد يكتب تفسير القرآن. ما شاء الله. حتى فيه واحد روح انور خلاص روح. انا ما اكلمه 4 سنين. اربع سنين. آه. الله 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 الله. البحر في قطره. الله احسن. واحد يعني قال له لقد فسرت اجل يا ابن حلال، الراجل مريض بتاخذ الدواء بتاعه. قال له صدق الله، الراجل مريض بتاخذ الدواء بتاعه. كذاب. الله الله حبيبي. لان كذاب الناس يقولوا كذاب. ايه. لما قال كذاب. ايوه. على ان صيغه مبالغه بمعنى تكذيب. تكذيب فعال. شكرا يا سيدي.